السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية قل الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم عن حزمة مهام غير الياقوتية، وكيف نقدر نحصل على 1500 في بوكس مجانا. هشرح كل شيء بالتفصيل، فقبل ما نبدأ المقطع أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. خلينا نبدا بالتفاصيل. في البدايه خلينا اعرض لكم الحزمه. هذه هي عندنا السكين ولو ستايلين. هذا الستايل الاول، صراحه السكين مره خطير. الستايل الثاني لون خفيف كذا الشعر والعيون زي ما انتم شايفين. بعد كذا عندنا حقيبه الظهر، وعندنا هنا اكس، وعندنا الاكس الثاني، وفي لون، وعندنا الكتاب هذا. تمام، سعر الحزمة 12 دولار، صراحة مرة سعرها كويس، لأنه 12 دولار وتعطيك 1500 في بوكس، يعني كأنه طلعت عليك الحزمة مجانا. طيب أول ما حتشتري الحزمة هيجيك نفس النظام هذا، هيجيك السكين والأكس والأكس الثاني واللون، وفي الأخير هيجيك الكتاب. تمام، الكتاب هذا فيه تحديات ضروري إنك تسويها علشان تحصل على الفي بوكس المجاني. الآن أشرح لكم نظام التحديات وكيف تقدروا تحصلوا على الفي بوكس بطريقة جدا سهلة. طب في البداية خليني أبين لكم فين تقدروا تحصلوا التحديات. تدخل على موقع التحديات، تنزل إلى الأخير، هتحصلها قدامك ها غيري الياقوتية. عندك هنا مهام ها غيري الياقوتية. كثير من التعليقات بتجيني عن الموضوع هذا، أول ما يشوف التحدي و100 في بوكس يرسل لي في التعليقات يقول لي أنا اشتريت الحزمة وقالوا حيعطوني 1500 في بوكس وما حصلت غير تحدي واحد ويعطيني 100 في بوكس. نظام التحديات حق الحزمه تيجي على مراحل، تمام؟ يعني اذا انت سويت المرحله الاولى واخذت ال 100 في بوكس، بعد كده ينفك معاك المرحله الثانيه وتعطيك 300، بعد كده المرحله الرابعه والخامسه، الين ما تخلص جميع المراحل وتاخذ 1500 في بوكس، هذا الشيء مضمون 100%، فهمتوا كيف؟ طيب خليني اشرح لكم التحديات. يقول لك اكمل المهام الاضافيه اليوميه عدد 3. ايش هي المهام الاضافيه اليوميه؟ اللي هي المهام اليوميه. عندنا مكتوب هنا المهام اليوميه، وفوق مكتوب المهام الاضافيه اليوميه. اللي هم طالبينه مننا المهام الاضافيه اليوميه. يقول لك اكمل مهمه يوميه واحده، اكمل مهمتين، اكمل 3. اذا انت سويت الثلاثه هذه وجاك نفس النظام ده هتاخد ال 100 الفي بوكس. بعد كده هتفك معاك المرحلة الثانية حق التحديات، ما تقدر تسويها إلا اليوم الثاني، فهمتوا كيف؟ اليوم الثاني الساعة 4 العصر تتجدد معانا التحديات اليومية، وتسوي 3 تحديات، يعني اللي حابب أفهمكم إياه إنه في اليوم الواحد ما ينقبل معانا غير 3 تحديات، يعني إذا أنت تبغى تسوي التحديات كاملة حق الحزمة هتجلس لمدة تقريبا 5 أيام أو أسبوع عشان تاخذ الـ 1500 في بوكس، فهمتوا كيف؟ كثير ناس في التعليقات بتجيني عن النظام هذا، يقول لي انا سويت 3 وانقبلت معايا، بعد كده مو راضي ينقبل معايا، ما ينقبل معاك لانه ما يقبل معاك في اليوم غير 3 تحديات، فقط لا غير، ركزوا في هذا الشيء، تمام؟ طيب، اذا انت مثلا سويت المهمة، يقول لك اكمل مهمة يومية واحدة، اكمل مهمتين، تمام؟ بعد كده انت اشتريت الحزمة. مثلا سويت الهرجة دي، ما تقدر، يعني اذا انت سويت تحدي واحد حينقبل معاك، بعد كده ما عاد ينقبل. يعني وفي ناس كثير جات لي في التعليقات على الموضوع هذا، يقول لي انا سويت تحدي واحد انقبل، بعد كده ما انقبل معايا، لانك انت اشتريت الحزمه بعد ما سويت مهمتين يوميه، فضروري انك تنتظر اليوم الثاني تتجدد معاك التحديات وتسوي الثلاثه، فهمتوا كيف؟ طيب اما تنفك معاك المرحله الثانيه حق التحديات حق الحزمه، هيطلب معاك يقول لك اكمل 5 مهمات يوميه، هتسوي 3، بعد كده تنتظر اليوم الثاني وتسوي الباقي. ما تقدر تسويها في يوم واحد، أباكم تركزوا في هذا الشيء. طيب عشان تسوي التحديات بطريقة جدا سهلة في حاجة واحدة تسووها، وهذا الشيء حينفعكم مرة كثير. أما تيجي تسوي التحديات اليومية أدخل دمدمة وسوي تعبية، أو أدخل سكواد وسوي تعبية. ليه؟ لأنك إذا أنت دخلت سولو هيجيك 3 تحديات بس، وممكن الثلاثة تحديات تجيك صعبة أو طويلة، لكن أما تدخل دمدمة وتسوي تعبئة هيجيك هنا 12 تحدي، فتختار من ال 12 تحدي 3 تحديات سهلة تسويها، فهمتوا كيف؟ عشان تسووها بطريقة سريعة، فهمتوا كيف؟ طيب هذا كل شيء كان على نظام التحديات ونظام الحزمة وكيف تقدروا تحصلوا على 1500 في بوكس بطريقة جدا سهلة.
طيب انا شرحت لي شيء بالتفصيل وبينت لكم كيف تقدروا تحصلوا على ال 1500 في بوكس بطريقه جدا سهله. اذا عنده احد اي استفسارات عن اي شيء يرسل لي في التعليقات، انا اجاوب على كل التعليقات. كده وصلنا لنهايه مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسى تفعيل زر الجرس، ولا تنسى استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسى تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.